Dear students, nice to meet you. أعزائي طلبة الصف السادس إعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your students book on page 67. Lesson 3 unit 8. Renewable resource يعني المصادر المتجددة. عنوان الصفحة أو عنوان القطعة Renewable resource، الموارد المتجددة. وطبعا هاي القطعة يعني من القطع المطلوبة وزاريا. Look at the pictures، انظر إلى الصور. Then بعدها with a partner، مع الزميل. Discuss the advantages، ناقش الفوائد and disadvantage، وعدم الفوائد of wind power، لقوة الرياح. Scan the article، راجع المقال. And the letter، والرسالة. Find one advantage، جد واحدة من الفوائد. Mentioned، التي أشير إليها. In the article، في المقال. And one disadvantage، وواحدة من عدم الفوائد. Mentioned، التي أشير إليها. In the letter، هذا طبعا بعد ما نقرأ الرسالة. يعني واحدة من الفوائد موجودة وعدم الفوائد أشير إليها. The wind is a natural resource، الرياح هي موارد طبيعية. That people have، التي الناس have been using، التي الناس يستخدمونها. For thousands of years، للسنة لآلاف السنين. People، الناس. Have used it، يستخدمونها. To power، لقوة سيلينج فودز، لقوة القوارب الشراعية أو لتحريك القوارب الشراعية. All over the world، في كل العالم. And it was used، وهي تستخدم. In Europe، في أوروبا. For a long time، لوقت طويل. To grind corn، لطحن الحبوب. Into flour، إلى طحين. For bread، لغرض الخبز. Now، الآن. We have developed، نحن الآن developed، طورنا. Ways، الطرق. To use، لاستخدام. To use it، لاستخدامها. To provide، لتجهيز الإلكتريستي، لتجهيز الكهرباء. For many other purposes، للعديد من الأغراض. The main advantage، الفائدة الرئيسية. Of wind، للرياح. Power، لقوة الرياح. Is that here، it is clean، إنها نظيفة. Energy، إنها طاقة نظيفة. Wind power، قوة الرياح. Doesn't produce any waste، لا تنتج أي نفايات. Or greenhouse، أو greenhouse gases، أو غازات الدفيئة. Another advantage، فائدة أخرى. Is، هي. That it is renewable، هنالك renewable، يعني مصادر متجددة، هي تعتبر من المصادر المتجددة. Wind is، الرياح. Is caused، تتسبب. By changing، واسطة تغيير. Temperatures، في واسطة تغيير درجة الحرارة. In the air، في الهواء. And it will never، وإنها سوف. لن run out، لن تنفذ. Finally، أخيرا. Wind power، قوة الرياح. Is efficient، تكون فعالة. Because، بسبب. Wind، لأن الرياح. Turbines، لأن توربينات الرياح أو محركات الرياح. Are quite، تكون quite tall، جدا طويلة. The land، الأرض. Under، تحت. The turbines، الأرض التي تحت التوربينات. Can still be used، لا زالت تستخدم. For agriculture، لغرض الزراعة. Wind power، قوة الرياح. Does have some
disadvantage لديها بعض عدم الفوائد. However, على أي حال people الناس who live near the turbines الذين يعيشون قرب التوربينات find them يجدونها unattractive غير جذابة. Are also said ويقال أيضا to be quite noisy أن تكونوا unattractive and think ويعتقدون they spoil أنها تفسد the landscape المنظر تفسد المنظر الطبيعة. The turbines التوربينات are also هي أيضا said يقال to be quite noisy تكون جدا مزعجة although على الرغم من أنها it is quite possible أنها quieter أنها هادئة in the تكون هادئة على الرغم من it is تكون quite possible أنه من الممكن جدا that new technologies بالتكنولوجيا الجديدة may make them بأن يجعلوها quieter أهدى in the future في المستقبل. There is also هنالك أيضا a lot of expense الكثير من الإنفاق involved يتضمن in installing في تنصيب and maintaining وصيانتها. The wind الرياح توربينز محركات الرياح أو توربينات الرياح finally أخيرا wind توربينز المحرك أو توربينات الرياح cannot supply لا تجهز all of our energy كل طاقتنا needs التي نحتاج إليها. So لذلك لذلك نحن سوف always دائما have to يتوجب علينا really on additional نضيف sources of energy نضيف مصادر أخرى للطاقة. هنا عندنا رسالة أخرى جوابية هم تابعة على نفس الموضوع لكن هي اللي داخل الوزاري أعتقد يعني الفوق يعني النص الأول لكن هنا هذا أيضا شيء مهم واحتمال أيضا يجي بالوزاري. Dear sir عزيزي سيدي مدام أو المدام I'm writing about رسالة هاي مكتوبة يعني شخص كاتبها إلى شخص معين مسؤول معين بالدولة يقول له I am writing about أنا أكتب حول the government's plan حول خطة الحكومة to hold لبناء a wind farm حقل الرياح off the coast farm off the coast على ساحل البحر. I think أنا أعتقد this plan هذه الخطة is تكون radicals تكون مثيرة للسخرية. Wind turbines توربينات الرياح are incredibly بشكل لا يصدق ugly تكون ugly قبيحة and really noisy وتكون حقا مزعجة مزعجة and I can وكذلك أنا أستطيع understand أن أفهم why people لماذا الناس don't want لا يرغبون don't want them لا يرغبونها on land على الأرض but لكن that is no reason لكن ذلك ليس سبب to put them لأن نضعها in the sea نضعها في البحر. People who live الناس الذين يعيشون on the coast على الساحل want a view يرغبون بوجهة نظر of the ocean في يرغبون بأن يشاهدوا المحيط not of a wind farm ليس محركات الرياح. Some scientists بعض العلماء سيقولون wind power بأن قوة الرياح is clean هي نظيفة clean energy طاقة نظيفة and good وهي جيدة for environment للبيئة
But it is certainly لكنها بالتأكيد not good for the birds ليس جيدة للطيور. Hundreds of them المئات منها fly يطيران into wind في الرياح توربينز يطيران في محركات الرياح and die ويموتون every year كل سنة. They are also أيضا هنالك bad for fishing هنالك حالة سيئة تكون للفيشنج للأسماك they scare away إنها تفزع بعيدا the fish إنها هذه المحركات يعني تخوف الفيش and يذهب بعيدا. I'm a fisherman أنا كصياد with a small boat مع قارب صغير and I can't go into very deep لا أستطيع الذهاب بعيدا في المحيط أو الواتر في المياه to catch fish لصيد الأسماك if this wind farm إذا هذه حقول الرياح projects إذا كان farm project completed إذا كان قد أكمل مشروع هذا حقول الرياح. I won't be أنا لا أرغب to be أن أكون able قادرا to earn لأن أكسب a living للحياة anymore أبدا. And I won't be the only وأنا سوف لا أكون only one الوحيد. Finally أخيرا I've heard أنا سمعت that wind بأن الرياح توربينز من توربينات الرياح might interfere ممكن أن تتداخل with radars مع الرادار on boats على القوارب. If that is true إذا كان ذلك صحيحا the turbines بأن فإن التوربينات could cause dangerous تسبب أخطارا accidents لأخطارا للحوادث at sea في البحر. Surely أخيرا this project هذا المشروع can't go ahead لا يمكن أن يستمر. An energy reader I'm sorry an angry reader قارئ غاضب. الآن ننتقل إلى تمارين الأكتيفيتي بوك. Read the article اقرأ المقال and the letter والرسالة on page 76 على صفحة 76 of students book لكتاب الطالب. Answer these questions واجب عن هذه الأسئلة. Number one which one mentions أي المقالات يشير فوث إلى كلاهما advantages and disadvantages يشير إلى الفوائد وعدم الفوائد. Number السؤال الأول الجواب مالته the article mentions المقال يشير both إلى كلاهما advantages and disadvantages يشير إلى كلاهما الفوائد وعدم الفوائد. Two which are only mentions أيهما يشير إلى disadvantages إلى فقط عدم الفوائد. The letter الرسالة only mentions تشير هي فقط تشير إلى disadvantages إلى عدم الفوائد. Three which writer أي كاتب is more objective هو موضوعي أكثر. The first writer الكاتب الأول is more advantage objectives هو الأكثر موضوعية because بسبب he gives balanced هو أعطى موازنة information أعطى معلومات موازنة أو متوازنة view أو وجهات نظر متوازنة. Four what is the attitude ما هو الموقف of the writer من موقف الكاتب of the letter في الرسالة ما هو موقف الكاتب في الرسالة. The writer of the letter كاتب الرسالة is opposite هو معارض to wind turbines إلى توربينات الرياح in the sea في البحر. Five which writer أي الكاتبين uses يستخدم more informal language يعني لغة عامة يستخدم more informal يستخدم لغة غير رسمية يعني أي الكاتبين يستخدم لغة غير رسمية ولماذا. The letter is الرسالة is more informal الرسالة ليست رسمية because بسبب it starts لأنها بدأت sentence بدأت الجملة with باستخدام مع but مع كلمة but. It uses words إنها تستخدم الكلمات such as مثلا incredibly مثلا بشكل لا يصدق and uses وتستخدم
اكسكليميشن علامات اكسكليميشن ماركس علامات استفهام و ام سوري تستخدم اكسكليميشن مارك يعني اكسكليميشن ماركس علامات تعجب تستخدم دائما يعني مقال او الرساله تستخدم علامات اكسرسايز بي ريد ذا ارتكل اقرا المقال مور كيرفولي بعنايه اند رايت شورت انسرز واكتب اجوبه قصيره تو ذا كويستشنز للاسئله طبعا هاي الاسئله حفظ نمبر 1 ان وات ويز باي طريقه has wind power محركات قوة الرياح being used تستخدم for thousands of years لآلاف السنين to power sailing boats لتحريك القوارب الشراعية and grind corn وطحن الحبوب to what is the most important aspect ما هي العناصر الأكثر أهمية of wind power لمحركات أو قوة الرياح It is clean energy. إنها الجواب It is clean energy. إنها يعني طاقة نظيفة. Three. Why does the author لماذا المؤلف أو الكاتب say يقول wind power بأن قوة الرياح is efficient فعالة. رقم ثلاثة جواب because بسبب the land under لأن الأرض التي تحتها the turbines تحت التوربينات can also be used ممكن أن تستخدم for agriculture لغرض الزراعة. Four. What two complaints ما هن الشكاوى الاثنين do people who الناس الذين live near wind الذين يعيشون قرب ال wind turbines قرب توربينات الرياح have لديهم about them حولها. Four. الجواب they are attractive إنها ليست جذاب and noisy وصاخبة أو مزعجة. Five. Why can't لماذا نحن لا نستطيع we only use أن نستخدم wind power محركات أو قوة الرياح to supply our energy لتجهيز طاقتنا. Five. هنا جواب it can't supply إنها لا تستطيع تجهيز enough energy طاقة كافية to meet our needs لغرض حاجاتنا اليومية. Exercise C. Read the letter اقرأ الرسالة more carefully بعناية what disadvantages بعدم عدم الفوائد ما هي عدم الفوائد of wind turbines لمحركات لتوربينات الرياح does the writer هل الكاتب mention أشار that the writer بأن الكاتب of the article بأن كاتب المقال doesn't mention والتي لم يشير إليها they هنا جواب they are danger to bears إنها خطرة للطيور two they scare away fish إنها تفزع الأسماك three they may interfere إنها ممكن أن تتداخل with boat radars مع رادارات القوارب عندنا exercise D complete the sentence اكمل الجمل by putting the verbs بواسطة وضع الأفعال in brackets التي بين الأقواس into the correct form في الشكل الصحيح وطبعا هاي حول استخدام في الشرطية لأن مثل ما تعرفون الوحدة الثامنة هي اليونت الثامن هي مراجعة للباقي نمبر 1 if هنا عندنا bold هنا شلون نعرفها طبعا نروح للشيء لأن جملة الاف طبعا تتكون من عبارتين عبارة الاف والعبارة الثانية نقدر نستكشف ان العبارة الاخرى الموجودة يا حالة من حالات الشرط اللي عندنا حتى نخلي الفعل بالشكل الصحيح فنروح نكمل حتى نشوف نعرف more wind farms معظم يعني حقول الرياح on the coast على الساحل they would scare away انها قد تفزع الفش الاسماك طبعا هنا الجمله الثانيه والعباره الثانيه بيها would فالعباره الثانيه الموجوده ذا بالعباره would اذا هاي الحاله الشرطيه الثانيه في الشرط يعني الحالة الشرطية الثانية كل ما نعرف بأنه جملة الإف أو عبارة الإف تأخذ ماضي بسيط والجملة الثانية تأخذ ود زائدا فعل مجرد إذن هنا بولد صير بولت بالماضي تصريف الثاني لأن فعل شاذ تو إف سيلر فارم إذا طاقة الحقول وير بولد بنيت وير بولد بنيت هنا لاحظ هنا عبارة الإف بالماضي where
إذن ما طول عبارة الإف بالماضي، إذن العبارة الثانية تأخذ would. هنا فالعبارة الثانية نخلي would provide. would والprovide هنا تبقى نفس اللي يعني بعد الود يعني تكون فعل مجرد. إذا seller farms، إذا طاقة الحقول were pulled بنيت، they would provide إنها تجهز a cheap farm تجهز a cheap form of energy يعني طاقة رخيصة. 3 if birds، هنا جملة الـ if بيها المجهول، نروح للجملة الثانية حتى نعرفها. if birds الطيور into wind turbines إلى محركات الرياح، they will be killed قد تقتل. هنا العبارة الثانية بيها will، والعبارة إذا بيها will إذا تكون هاي if الشرطية الحالة الأولى، فلازم تأخذ بالعبارة الـ if تكون بالمضارع البسيط. فرقم 3 تأخذ fly يبقى نفسيته، ليش؟ لأن if birds fly إذا الطيور هنا بالمضارع الفعل لو يأخذ s لو ما يأخذ. إذا عندنا هي شيء اسم مفرد نخلي على الفعل s، هنا عندنا الفعل جمع مع ال we you they اسم جمع، تأخذ الفعل يكون مجرد I'm sorry يعني ما نضيف الاس، يعني تصير if birds fly إذا الطيور طارت into wind في الرياح turbines في يعني توربينات الرياح they will be killed قد تقتل. 4 if wind turbines إذا توربينات الرياح هنا فراغ less noisy أقل صخبا أو أقل إزعاجا people wouldn't هنا العبارة الثانية بها wouldn't، إذا تكون هاي جملة العبارة في الجملة الشرطية الحالة الثانية يعني بها العبارة الإف تكون بالماضي. إذا رقم 4 هنا الكينونة فعل الكينونة هذا تكون التصريف الثاني مالته وير، هنا وير يعني اللي هو افعال كينونة. ف if wind turbines اذا محركات او توربينات يعني نريد عندك احد افعال البي القصد مالته بيخليك بي احد افعال البي يناسب بالماضي ويناسب الفاعل يعني اللي قبله الفاعل الموجود او المفعول به الفاعل الموجود ام سوري. فصير if wind turbines اذا محركات الرياح هنا طبعا الفاعل جمع فما ياخذ was ياخذ where، فيكون اذا محركات الرياح كانت less noisy اقل صخبا people wouldn't complain الناس سوف لن تشتكي about them حولها so much كثيرا. 5 if we خمسة if we هنا find alternative source إذا وجدنا يعني موارد بديلة of energy للطاقة we will be انتبه هنا في العبارة الثانية بيها will، فإذا العبارة الثانية بيها will تكون عبارة الإف بالمضارع البسيط لأن هاي إف الشرطية الحالة الأولى. إذا هنا if we find find تبقى نفسها لأن بالمضارع البسيط إذا عدنا وي الفايند ما يعني الفعل ما نضيف له اس، فصير if we find a trend إذا وجدنا alternative sources إذا وجدنا مصادر بديلة أو موارد بديلة of energy للطاقة we will be able to نكون قادرين to meet لأن نقابل all of our energy أن نحصل على كل طاقتنا التي needs نحتاج إليها. عندنا اكسرسايز اي هنا انشاءنا هذا للنشاط الصفي يعني غير مطلوب وزاريا. رايت اللتر اكتب رساله ان ريسبونس في رد تو ذا فيشرمانز لتر الى رساله الصياد يو كان اجري انت ممكن ان تكون موافقا اور ديس اجري او عدم او لن تكون موافقا وذهم معه انت سي وتقول واي ولماذا. هنا يعني اريد ما عندك تكتب رساله جوابيه للرساله اللي بعثها الصياد الغاضب حول محركات الرياح، وبامكانك ان تستفاد من الرساله الاولى الموجوده مالته وكذلك النص الاول مالت يعني توربينات الرياح تستفاد منه تكتب يعني انشاء يعني مال فد 100 كلمه تمرن نفسك كل طالب لان هذا الانشاء يعني النشاط الصفي وغير مطلوب وزاريا. هذه كلمه موجوده عندنا اعزائي الطلبه. See you next time.